منذ قليل انتهى المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي، ويعني كان الحديث حول المزيد من التفاصيل وحيثيات القضية. نستطيع إجمالها واختصارها في عدة نقاط. أولا، حول المسار القضائي لقضية اغتيال الشهيدين شكري بالعيد والإبراهيمي، الهيئة اتهمت حركة النهضة بأنها بفعل سيطرتها على مفاصل الدولة وخصوصا الجهاز القضائي حين كانت تحكم البلاد لمدة 10 سنوات السابقة، أثرت على مجرى القضية وحاولت يعني تعتيم مسار تلك القضايا، قضايا الاغتيال السياسي التي وقعت في البلاد بعد ثورة الياسمين. هناك أيضا عدة أشخاص اتهمتهم حركة النهضة شخصيا، كما بشير العكرمي بأنه تستر على ملفات ووثائق خاصة بقضايا اغتيال الشهيدين بالعيد والإبراهيمي. وطبعا في منحى آخر واتجاه آخر، رحبت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي بقرار منع السفر الصادر عن الجهات القضائية التونسية المختصة عن راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة و34 شخصا آخرين على ذمة القضية. وكذلك الحال، الهيئة طالبت بأن يكون هناك اتهام رسمي، و طبعا ذلك عن طريق الجهات القضائية، لراشد الغنوشي بأنه تآمر بالفعل على أمن الدولة. إذن هذا ما كان أبرز ما جاء في مؤتمر هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي. أيضا الهيئة قالت على لسان أحد أعضائها بأنها ستقاضي وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، وذلك لاختفاء بعض الوثائق الخاصة بقضايا اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي. طبعا هذه الهيئة منذ سنوات وهي تعقد المؤتمرات الصحفية، وربما نستطيع القول بأنها تساعد الجهات القضائية في الحقائق والخفايا التي تتحدث بها بشكل يعني كبير ومفصل حول الأشخاص، حول الأدوات، حول الوثائق التي تبرز تورط حركة النهضة باغتيال الشهيدين بالعيد والإبراهيمي وبقضايا الاغتيال السياسي في البلاد، وكذلك حول امتلاك الحركة جهازا سريا. نحن ننتظر ردود الفعل حول هذه الاتهامات الموجهة لحركة النهضة، لا سيما من قبل النهضة التي نفت في أكثر من مناسبة هذه الاتهامات، وبالمناسبة أعلنت بأنها ستعقد مؤتمرا صحفيا بعد ساعات قليلة ربما للرد على ما جاء في أقوال أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد مراسل الغد كنت معنا لكن نستطيع إجمال تونس. الصورة